يلا فلوس؟ عمو نوري ينطي فلوس؟ ايه عمو 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 نوري عمو نوري العفو اسف اخرتكم بس اريد احجاك فد شيء كلش خاص عمو اذا امكن من رخصتك اخويا اذا عندكم شيء خاص انا اروح لا بابا انت مو غريب ابني شنو الحكي طبعا اخويا الغالي ايه شنو عم بيك تفضل شو تريد احكي عمو شحكي والله ما ادري شو اقول لك يعني أرد أقول لك إذا ممكن يصير لك مجال شوية تصعد راتبي شوية تعلي هذا اللي أرد أقول لك يا عمو يعني شوية تزيدني بس شوف سنان أنت تشتغل سايق يمي بالمكتب صح لو لا عيني إي عمو بهذا التاكسي شوف عيني سنان أنت كل يوم تنطيني 90,000 أجرة تاكسي صحيح إيه والباقي تطلع لك يا عمو بس انت مو عبالك يعني هي 90 خوش فلوس وبعدين انا مو دائما اقدر اطلع هالقد مبلغ يعني نوبة تدري هو رزق على الله فاذا ما طلع 90 اقوم دائما من اصدقائي قرايبي اسوي 90 وانطيك اياها واني اطلع صفر يعني ما اقبض كل شيء واطلع مديون شوف عيلي سنان هاي الكلاوات بطلها انت يوميا تطلع 150 من التاكسي هاي بالقليل يا ابو وانت تطيني 90,000 من هالفلوس يا معود عمو هاي جد احكي انت يا ريت لو طلع 150 او 200 كان كليتن انطيتهن الك يعني صدقني ما طلع هذا المبلغ اني باوع تدري احسن شي شو نسوي شو نسوي نسوي احسن شي ما يلي اني كل يوم من شغلي انطيك 50,000 صافي تمام 50,000 الك والباقي يصير الي وحياتي تصير زاهية 50,000 متونس انت مو شلون الجمعيني المفاتيح منه وغاد انت شغل هالمكتب جدي يا تحكي عمو والله عمو انا دائما اقول عمو نوري احسن عم بالدنيا تسلم عمو شكرا قول لي منا اشمر زمالته لك شنو 50,000 لك بس تعميرات التاكسي مالتك باليوم 50,000 ونسيت الضريبه ونسيت ايش قد ندفع للايجار مطي ما تكفيك الفلوس تريد تاخذ اكثر ايشكو بيها حبيبي اشتغل شغل اضافي اشتغل الليل كليته واشتغل الصبح حمينا امشي يلا ولي امشي هذا شبي رجال هالكبراتني يا طولي يا عرضي ويرزل بيه بس ما يخالف بسيطة عمو انا علمك ايه والشاي هم وصل علي كفال عوف الشاي هسه انطينا حشيش لين احنا مطاية والمطاية ما ياكلون غير بس حشيش انطينا حشيش ايش زي يصير شحمو شحمي قلبو شنو هالعصبية والصياح ايه عيني ايش دي يصير حشيش ايش جحش ايش ها حشيش ايش ليش احنا مو مطاية احنا مو من الصبح لليل لازمين الاسترن ونفتر بكل بغداد هاي الفرة مو بس المطي يفترها وعم نوري يحصل فلوس من تعبنا باقي بس يركب على ظهرنا هاك باع 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 شنو هاي انت تسمع ايش دا تحكي ايش قد عيب الرجال ينطينا شغل وتاكسي ويدفع ايجار المكتب هو يحصل فلوس واحنا نحصل فلوس صح حميد شحماية قلبي صح حكي احنا عايشين هنا هذا مصدر رزقنا ما يصير مع الاسف عليكم يا جهلة ظلوا هالشكل مذلولين تدرون احنا باليوم ايش قد نطي لعمو نوري تعرفون الرقم اللي وصل ايش قد من عندنا 90,000 نعم كل واحد ينطي 90,000 زين الفلوس تبقى نقدر نعيش بها مثلا قل لي حميد افندي انت اخر مرة شو وقت طلعت سفرة اخر مرة شو وقت طلعت سفرة اوقف افكر آخر مرة أنا أبد ما طلع السفرة أنا أبد ما طلع سفري بس تعرف ليش؟ أوقف أنا أقول لك ليش أنت ما طلع السفرة لأن من الصبح لليل تشتغل مثل المطي لذلك ما عندك وقت تطلع سفرة وفوق هذه ما عندك فلوس أصلاً تروح بيها سفرة وأنا أقول إحنا همين من حقنا نعيش مثل الأوادم خلينا نشتغل مثل المطاية بس خلي على الأقل نعيش مثل الأوادم صح هسه سنان شحماية قلبي صح حكي هسه ماكو زيادة بهالشغل أول ما بديت شغل هنا كنت أخذ 200,000 كنت أطي 90,000 العم نوري والباقي أمشي به نفسي هسه يا دوب أطلع 120 أو 130 وإذا أنطي لازم 90,000 العم نوري شلون أعيش بالباقي أخوي زين عارف أنت بعدك عازب وما تقدر تعيش لعد إحنا شو نقول اللي عندهم جهال ومتزوجين واللي عندهم عمة مثلي شو يسوون أخوان إحنا لازم ندافع عن حقنا اصلا شغل التاكسي صعب وخطر بس طبعا عم نوري ما يدير بال ولا يحس اصلا مو هو لان اللي يصعد ويا الحراميه مو هو اللي يفوت بالازدحامات هو قاعد على الكرسي وينزل الفلوس اللي نشتغلها احنا ونجيب الهيا بجيبه لا منا وغادي ماكو شيء بعد احنا ما نسمح لاحد ياكل حقنا بعد اخوان اي تمام ايش راح نسوي والله شو نسوي شو نسوي انا اقول لكم شنو اللي لازم نسوي اللي لازم نسوي فد شيء بسيط جدا وواضح جدا نتحد
وما نخلي منا وغادي احد يمص تعبنا. اذا اتحدنا ما حد يقدر يوقف بوجهنا، حتى عم نوري. اذا اتحدنا قوتنا راح تزيد ونقدر نوقف قدامه، وهو كل شيء ما يقدر يحكي. بالتالي نقدر ندافع عن حقنا ويصير عندنا حق نعيش مثل الاوادم. اذا المهم احنا نتوحد ونصير ايد وحده. وياي انتو؟ منو منكم وياي؟ وياك عين. وياك شحمايد قلبي. تمام سنان اخويا، انا هم اشتغل مثل البغل من الصبح لليل واخذ كم فلس. اذا تدافعون عن حقي انا هم وياكم. طبعا علي كفال، اكيد ندافع عن حقك اخوان. منا ورايح انا القائد، بس اريد من عندكم تواعدوني ناضل سوية. وعد 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 وعد. ما طول هالشكل لعد نموت وما نتراجع عن كلامنا.